بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهنا يأتي السؤال: فيما يطيع المؤمن الكافر وفيما حذرنا الله سبحانه وتعالى عن طاعة الكافرين؟ والجواب على ذلك واضح من استعمال هاتين الكلمتين الإيمان والكفر، آمنوا وكفروا. إذن فموضوع الطاعة هنا هو قضية الإيمان والكفر، وقضية الإيمان والكفر لها حقائق ولها منهج في التفكير يوصل إلى تلك الحقائق. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نقلد الكافرين في أوهامهم التي هي ضد تلك الحقائق، أو أن نقلد الكافرين في مناهج تفكيرهم المعوجة التي أوصلتهم إلى هذه الأوهام والتي تخالف مناهجنا التي اتخذناها فأوصلتنا إلى الحقائق الإيمانية. إذن فموضوع النهي هو الإيمان في حقائقه ومناهج التفكير الموصلة إليه. ولكن ليس من طاعة المؤمن للكافر أساليب المعاش ولا المخترعات والمكتشفات ولا عمارة الكون التي هي أساسا من مطلوب المؤمنين، ولا هي دراسة النفس والسير في الأرض للنظر التي هي أساسا قد طلبها الله من العالمين من مؤمنهم وكافرهم. بل الذي نهانا عنه الله هنا هو الحقائق الإيمانية في مواجهة الحقائق الكفرية التي مؤداها فساد عريض وتألي على الله سبحانه وتعالى وذكر الأوهام والخرافات التي يعيشها هذا أو ذاك من غير المؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، يعني لا تطيعوا الكفار في أوهامهم ولا في تفكيرهم، لأنكم إن تطيعوا الذين كفروا في هذا يردوكم على أعقابكم. فبدلا من أنكم في المكان الأعلى وفي رقي في الفكر والمنهج والحقائق وتوصلتم إلى الحق باستنارة وبعلم، ترتدون على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خاسرين لماذا؟ خاسرين للدنيا وخاسرين للآخرة. فالله يتكلم في الآيات السابقة عن ثواب الدنيا وعن ثواب الآخرة، ويتكلم سبحانه وتعالى عما يحب فيشير إلى ما يكره. ولذلك ليس فقط أن تؤمن ولا أن تفكر تفكيرا صحيحا، بل لابد عليك أن تدوم على ذلك، أن تكون دائما على هذا. أدي القضية، وهي قضية الديمومة. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أخرجه البخاري. ديمة يعني دائما، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
والإيمان من العمل. ليه؟ لأنه عمل القلب، ما هو عمل القلب، لأنه تصديق بالقلب. حتى لو إننا جعلنا العمل الصالح جزءا من الإيمان، يبقى برضو العمل الصالح ركن من أركان الإيمان أو مترجم عن الإيمان ومظهر للإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فما منهج التفكير المستقيم؟ أن تعرف الحقيقة، أن تقيم الدليل، أن تبتعد عن الأوهام، أن ترتب ذهنك في تفكيره، ألا تقف عند ظاهر القول، بل يجب عليك أن تصل إلى عمقه ومعناه، أن يؤدي ذلك إلى الواقع الذي حولنا، وإلا كان كلاما باللسان وأماني. ولذلك يقول ربنا تلك أمانيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أوهام، ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وربنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طب المؤمن يعرف ازاي اذا كان يعني مجرد افكار ومجرد ده؟ عايز اعمال صالحة، تبني مستشفى، تبني مدرسة، توجد وراك حاجة جمعية حتى تحجج الناس، تسيب حاجة المؤمن يشوفها. يبقى لما تسيب حاجة المؤمن يشوفها يبقى ما هوش كلام وبس. إنما كثير من الناس يحب الكلام ويتكلم ويقول الله أنا بتكلم دي لسنة وسنتين وثلاثة، أنتوا ما بتردوش عليا ليه؟ ما هو أولا محدش أرالك، لأنه مش شايفين منك عمل، مش شايفين منك لسان. نمرة اتنين، العمل لما نيجي نعمل وما نلتفتش للطق الحنك ده، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. طب وبعدين هنرد؟ النبي رد على كل دعوة؟ نرد على الدعاوي اللي تخرب عقول الناس. فانت يا مسكين قاعد تكتب ايوه وقاعد تقول وتعمل، بس ما انت الصادق، ما فيش صدق، فالناس هي الحكم، فسايبينك تقول. اذن يا الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.